7 اكتوبر بتهيألي دي الحياه، دي اللي رجعتنا من او طلعتنا من العار لشعب يفتخر بالانتصار، يفتخر بالجندي المصري، يفتخر بكل حاجه حلوه في مصر. بس اللي فخر يعني الواحد بيعتز بنفسه، تاريخنا المضيء دي اهم حاجه في البلد. يعني اللي احنا حضرناه، احنا بنسمع عن تاريخ كده، تاريخ الفراعنه وتاريخنا والهكسوس والانتصارات وكده، لكن اكتوبر احنا حضرناه، فدي بتمثل عندنا نور فخر لينا يعني. بنجاح وفرح وانتصار طبعا، والواحد بيبقى مبسوط ما بيجي اليوم دوت، يوم 6 اكتوبر. يعني حرب اكتوبر ده حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني بنفتخر بها كلنا في مصر وفي العالم كله، يعني حاجه لن تتكرر تاني. شيء عظيم للبلد كلها، خاصه ان انا والدي من ابطال حرب اكتوبر.